رياضه وفي نفس الوقت تعقيد. الملاحظه الاولى هو في تدخل السيد النائب العام قانون 23/18 جاء باهي لغو كل القوانين المبعثره، هذه الملاحظه الاولى. الامر الثاني، القوانين السابقه 92/93 وغيرها كلها ما زالت سائر المفعول. الملاحظه المواليه كذلك، هذا القانون ما جاش لرؤساء البلديات. القانون في ماده 3 يتكلم على مسيري اراضي ملك الدوله وملك الجماعات المحليه. الماده 3 هذه صريحه، يكلف كل من الوزير والوالي ورؤساء البلديات ومسؤولي الهيئات والادارات العموميه، وكل في شأنه يسير القطاع اللي تابع ليه. المادة 5 من نفس القانون عينت المسيرين والمسؤولية اللي على عاتقهم. قد شد في الطرح وكأن الأمر يهم رؤساء البلديات. رؤساء البلديات يهمهم فيما يخصهم ويهمهم كونهم أعوان الدولة بالصفة الثانية، أنهم يسايروا الحماية هذه على مستوى الأقاليم تاعهم. المادة 12 على ما أظن صنفت العقوبات من باب التقاعس والتخاذل لمسيري الأملاك العمومية التابعة لهم. خشراني في الحافلة نسمع قال احنا درنا البيبي كونسايد رسم ميركارد با، لا نو، مسيري القطاع العام مسؤولين عن القطاع هذا. وبالتالي بصوره توضيحيه جدا، ونتمنى ان شاء الله ما نكونش غالط، الاملاك التابعه للدوله، الملك الخاص للدوله في تنظيم الدوله، عندنا مسيري هذا القطاع. في الاملاك الخاصه التابعه للبلديه فيه مسيري هذا القطاع. الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية هي كذلك لها مسيرين. والقانون الجديد الذي يثلج القلب ويعطي نفحة جديدة من حيث توضيح المسؤوليات، أن في القوانين السابقة كانت كل الأمور المتعلقة بالاعتداءات على العقار وغيرها كلها مصنفة على عاتق رئيس المجلس الشعبي الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي. مسؤولية تاعو قائمة، ولكن مسؤولية القطاع اللي عنده صفة مسيري الأملاك العمومية والخاصة للدولة تبقى قائمة. وبالتالي أذكر على سبيل الذكر شرطة المياه. شرطة المياه اللي عندها مسؤولية قائمة على حماية حوافي المياه والأراضي العمومية التابعة للقطاع تاعهم. قطاع الغابات مسؤولية قائمة لأنه مسير للملك العمومي يعني. إذا نظن القانون هذا أنا يوضح بالنسبة لي كان أكثر وضوح من اللي سبقوه، لأنه حدد مفهوم الحماية والمحافظة، هذو مبدأين هامين في نص القانون، وحدد كذلك مفهوم المسير أو المسؤول الأول على القطاع اللي يخصه، وحدد كذلك العقوبات. نذكر منها الماده 12 اللي هي صريحه وصريحه جدا وموجهه على وجه الخصوص الى المسيرين من باب التخاذل والتقاعس وعدم خاطر الاجراء. انا كي نسمع قال هكذا فجأة القينا عدد معين من البنايات في الملك العمومي، نظن كانت اجراءات استباقيه لم تؤخذ للحماية، وهو مفهوم القانون يقول لك حماية الملك العمومي. حماية ماهيش لو كونستا ابريكو، الحماية حين ملاحظة أو حين بروز الظاهرة. وشكرا على الإصغاء.